في الحقيقة لا زال مطلبنا في الإطار التنسيقي واضح، وهو المضي قدما في النظر في الطعون المقدمة من قبل الإطار التنسيقي حول نتائج الانتخابات. كان هناك اتفاق على المضي بهذا الموضوع، هناك إشكالات كبيرة ومؤاخذات كثيرة وطعون ووثائق، وهذا ما أكد الشيخ الأمين في لقاء الجزيرة قبل يومين. ننتظر نتائج الطعون. أكيد طبعا نحن طالبنا أن تكون هناك جهة مستقلة ولجنة مستقلة، قد تكون القضاة، تنتخبها يعني الرئاسات، تنتخبها المحكمة الاتحادية من أي جهة، المهم تعيد العد والفرز اليدوي. طبعا والعد والفرز اليدوي مو على يعني ما تذهب إليه المفوضية بحسب ما يذهب إليه نتائج الصندوق، لا أبدا، نطالب بإعادة العد والفرز اليدوي بالعين الباصرة. يعني شلون؟ يعني هم مطلبهم بإعادة، إشكالهم شنو؟ أنه إحنا لا نعيد العد والفرز بحسب نتائج الصندوق، ونتائج الصندوق راح يجون يلقون يعيدون إدخال البطائق مرة ثانية ويحسبوها في الصناديق، وهذا هو إشكالنا بالعين الباصرة، بمعنى أنه إحنا لما نجي إلى البطاقة ونجد الناخب الذي ختم على الاسم مرة وأعاد مرة ثانية على نفس الاسم، يعني هنا إرادة الناخب باتت واضحة أنه هذا المرشح هو بعينه الذي نريد أراد أن ينتخبه، وهذا المعيار الصندوق يعتبره باطلة. طبعا شخصنا يعني الآلاف مثل هذه البطاقة التي اعتبرتها المفوضية باطلة، وهذا إشكال، والعد الفرز اليدوي هذا هو مطلبنا، مو بحسب معايير الصندوق بل بحسب معايير العين الباصرة، هذا إشكال. الإشكال الآخر الذي طرح على المفوضية أن المفوضية لم تأخذ بصمات الآلاف من الناخبين العراقيين، وهذا أيضا إشكال، وصل الرقم إلى الآلاف، وأنا متحدث عن آلاف، يعني رقم كبير قد يغير المعادلة رأسا على عقب. بالإضافة إلى هذا أيضا هناك الكثير من المؤاخذات والأدلة القاطعة التي قدمناها. مطلبنا هو أن يكون هناك يعني نظر حقيقي لهذه الطعون، مو أنا أجي كمفوضية أتعامل ب يعني انتقائية في الطعون وأذهب سيد إلى السعدي. هذه الإشكالات سيد السعدي طرحت كلها بالإطار. خليني أتحدث وياك بمنتهى الصراحة، إحنا من يوم إعلان النتائج اللي هي شبه أولية لأكثر من مرة، هذه الأمور كلها طرحناها وناقشناها، أكو خلل، أكو مشاكل، أكو اعتراضات، أكو قضية أنه أصوات ما محتسبة، أكو قضية تقاطع البصمة، لكن أنا أتحدث عن النقطة الأخيرة أو القرار الأخير للإطار الاستراتيجي ما طرح في الاجتماع الأخير بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس القضاء الأعلى. طرحت استبدال مفوضية، لو المفوضية نفسها بهذه الأمور اللي طرحت أمامها، وماذا كان جوابهم؟ المفوضية ما كانت حاضرة أصلاً، تركت الموضوع لرئاسة مجلس القضاء الأعلى والسيد برهم صالح. لا هو مطلب استبدال المفوضية في هذا الوقت ما بجدوى، ولكن مطلبنا هو أن تكون هناك لجنة محايدة تنظر بالطعون وتنظر وتتسلم مهام إعادة العد والفرز اليدوي، لأنه إحنا نعتبر المفوضية الآن هي الخصم، فلا ينبغي ولا يصح أن تكون المفوضية هي الخصم والحكم، لا بد من أن تكون لجنة مستقلة يتم الاتفاق عليها، هي التي تنظر بإعادة العد والفرز اليدوي.